تعالي هجيب لك حاجه حلوه. تعالي ادخل جوه. ادخل. طب تعالي ندخل جوه انا وانت. ليه؟ بصي 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 نقعد جوه لوحدينا. تعالي. انت مجنون؟ مش مجنون ولا حاجه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ امي نايمه على سلم. لا يا جميله لا مش هقدر اشوف الصوره المذيعه دي. لا لا صحيها من قدامي دلوقتي. صحيها من قدامي دلوقتي. صوتي صوتك مش هينفع. طب خش جوه خش جوه. مش هينفع يا جميله ما بحبش اشوف المنظر دي. يلا 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 صحيح. مش هينفع يا اكمل معلش يعني احسن نضايق الست الوالده ولا حاجه. لا ماما تتضايق. مش هينفع ماما تضايق اي حد. بصي تصدقي ان ماما هي اللي بعتني. هي اللي بعتني وقالت لي روح يا اكمل روح يا ابني شوف شوف جيراننا شوف جيراننا احسن يكونوا نايمين على السلم يا اكمل. وراحت قعدت تعيط كده. شوفي دي تعرفي ده ايه ده؟ ده ايه؟ ده إيه؟ قلب توقع الام. قلب ايه؟ توقع. يلا يا جميله بقى يلا. مش هينفع مش هينفع. خلاص يلا نروح نجيب ايس كريم ولا ماشي. ايس كريم ايه انت دلوقتي بس بقى؟ انت في كل حاجه رافضاها كده. انت بتحب الرياضه شكلك كده. طبعا بحب الرياضه. اصل اليونيفورم برضو يعني. يونيفورم؟ طقم برشلونه. برشلونه ويونيفورم. اصل حلو قوي عاجبني جدا. شكرا. اصل انا برضو بحب يعني من هواياتي المفضله انا الرياضه قوي بقى. بجد؟ بتلعب ايه؟ بلعب مصارعه. حره. انت بتلعب مصارعه؟ بلعب مصارعه. مش باين خالص. ما انا قلت لهم هناك مش عايزهم يبان عليا علشان يعني ما اعملش مشاكل مع حد. بس صحابي قالوا لي ان عضلاتك متقسمه قوي على فكره. والله حتى بصي. ايه ده؟ في ايه؟ لا التيشيرت بقى التيشيرت لو بقى لو مش موجود التيشيرت. اقلع؟ انت ايه؟ اقلع؟ تقلع؟ ايه ده اللي هقلع لك عينيك دلوقتي؟ يا بابا انا قصدي اقلع جوه جوه. انا عندي ولاد يطلعوا في نصوص الليالي يقولوا نقلع نقلع في اي مكان تقلع. قصدي بقى ما تخلص يا بابا. اوعى يكون زعلك او داسلك على طرف المدير. لا يا عم. عمو انا عمال اقول لك يا سنيوره يا اموره وانت تقولي لي يا عمو. قولي لي يا حس حس كده انا حسين. جرى ايه يا حس؟ اخرس يا مجرم يا قليل الادب. يا رب تربيه يا كلب. معقوله؟ وانا قلت لك 100 مره القطط اللي بتولد على السلالم ديت مش تشلوها عشان اعرف نعدي؟ قطط ايه يا عمو دي ماما؟ ماما؟ طب شلوها بدل ما بتوع الزباله يجي ياخدوها الصبح. زباله؟ معقوله؟ ماما تنام كده؟ شوفها. طيب يا بابا كده شوفها. يا هانم يا هانم تفطري ايه حضرتك؟ يا هانم ايه ده؟ حسين جه داخل عليا اوضه النوم؟ يا ستي اوضه النوم ايه؟ امال ايه؟ انت نايمه على السلم. خدي سلم ايه؟ اخد الدرجه اللي جنبك لو سمحتي لو هتنامي كده. لا الجيران يقولوا علينا ايه؟ طب لو سمحتي قومي ما ينفعش النوم بره كده. ما احنا هننام فين؟ في نصاص الليالي. السلم مات وانا. يا بنتي افهميني خش جوه عندنا. لا نضايق الهانم يا بيه. الهانم زعلانه وعماله تعيط وقبل ما تنام قالت لي بصوت مبحوح. مبحوح؟ ايوه مبحوح مبحوح. ماما صوتها مبحوح. ايوه هي تنبح بالليل. قالت لي يا حسين يا حسين انا خايف اكون زعلت الجيران دول وطردتهم. احسن يحصل لي حاجه قبل ما يطلع النهار وطلعني اشوفهم. قومي لو سمحتي. بس مش هيبقى فيها مضايقه يا استاذ حسين. ولا مضايقه ولا لو ما قمتيش هقعد معاكي طول الليل نفضل نزحلق على الترابيزه. اتفضل. لو ما كنتش تحلب بس. لا يا ماما طبعا ازاي يعني ندخل نبات جوه؟ قومي قومي. ما هنعمل ايه يا بنتي مضطرين. قومي ارجوك اتمليتي براغيت من السلم ده. قومي قومي. لا استنى يا زي عزيز. في ايه حضرتك؟ اصل مش النوم قصدي. اعدل هدومي. اعدلي هدومك حضرتك اعدلي. اوكي ما تكشفنيش كده بسرعه. انا ما اجيب لك بشكير حضرتك انت تحت الحاف. معلش اكشفني واحده واحده. اتفضلي يا فندم اتفضلي يا فندم شيلي ده اتفضلي. يدي كسوف. يلا هات ايدك حضرتك. ايه ده بس انا شنطه ايدي. مش هينفع والله مش هينفع كده. يلا 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 حضرتك تعالي تعالي اتفضلي يا عم. طب ممكن ترجع لحفل الجيران؟ الجيران اللي هم اللي هيزعلوا. اتفضلي يا بنتي اتفضلي 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 يا حسن. انا خايفه اكون بنضايقك يا استاذ حسن. خالص والله خالص. اتفضلي يا حسن اتفضلي يا حسن اتفضلي يا حسن. في الحلقه مش امك تصحى احنا معانا بنات في الشقه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا. عشا بقى عشا 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 بابا عشا. انا عشا وانت عشا طنط؟ لا عشا ايه احنا عشا. لا عشا لا مش جعانه والله. ارجوك يا فندم عشا. طب ماشي اوكي. ايوه ايوه معلش الشباب الطيب ده ما نكسفهمش. صح صح يا طنط. سمك 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 انا سمك يا بابا. سمك سمك يا جميله سمك ماشي.
سمك؟ لا سمك بالليل. لا سمك دلوقتي ده حلو في الصور جميل جميل. سمك سمك أرجوك سمك. ماشي سمك. أكمل. أيوه بابا. حبيبي انزل دلوقتي على بحري في اسكندرية. ثواني. بحري فين؟ في اسكندرية يا حبيبي. لا ما أنا عارف إن بحري في اسكندرية، أنا معاك من هروح هناك. أيوه دلوقتي عشان تلحق الشوي من أوله. لا اسمع بس اللي بقول لك عليه. معلش يا بابا. يا ابني دي ضيوفنا لازم نحتفل بيهم، لازم سمك من اسكندرية دلوقتي. طب أحتفل معاك وأنا كمان يا بابا، أحتفل معاك. نكلمهم في التليفون، شوف حاجة تانية. طيب إيه رأيك في أول المنصرية؟ أول المنصرية في راجل بتاع شطير مفلتت حلو، فطير مشلتت جميل جدا. خفيف ده كويس. عسل وكده وبتاع. يلا. مش هروح أنا في حتة يا بابا، مش عايز أبقى معاك أنا. أكمل. يا جماعة أنا بجد بشكركم إن أنتم موجودين معانا النهاردة، عشان في مناسبة سارة وجميلة جدا. إيه؟ عيد ميلاد أكمل حبيب قلبي بابا.